يا صباح الأمل، يا صباح التفاؤل، يا صباح الرزق، يا صباح الصحة والجمال من قناتكم قناة الصحة والجمال. مش هنكتر في الكلام عشان النهاردة عايزين نستمتع بحوار ممتع مع الممتع فضيلة الشيخ أحمد ياسين الداعية الإسلامي والمعالج بالرقية الشرعية والحجامة. مولانا أنرت المكان وأسعدت الزمان، سعداء لحد السماء بوجود حضرتك معانا. الله خير، ده من ذوق حضرتك. ولكن خليني قبل ما أبدأ مع حضرتك حوارنا والفقرة دي عايز أوجه الشكر والتقدير لأهلنا من أهل الفيوم. ربنا يبارك في حضرتك. ناس طيبين، أهلنا الطيبين اللي أرسلوا لنا باقات من التحايا والاحترام للبرنامج، فلهم منا كل الاحترام والتقدير. وبرنامجنا المتواضع يتشرف بجميع أهالي الفيوم، وأي حد من طرف الشيخ أحمد نتشرف بهم. ربنا يجزيك خير إن شاء الله يا دكتور. عايز أعرف من حضرتك الأول يعني إيه كلمة سحر؟ نسمع دايما باستمرار سحر سحر سحر. القرآن طيب ولا نخش في الموضوع؟ طيب نبدأ بالقرآن. تفضل. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم امين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. مولانا زي ما قلت حضرتك قبل ما نقرا القران ونستمتع بصوت حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. يعني ايه كلمه سحر؟ سحر هي ما خفي ولطف سببه، ده في الايه في اللغه. اما في الاصطلاح هو عقد وعزائم ورقى تؤثر في القلوب والابدان، فمنه ما يقتل يكون سبب في قتل الانسان، ومنه ما يكون سبب في مرضه، صحيح، ومنه ما يكون سبب في فشل في حياته، صحيح، او في الحياه الزوجيه، صحيح، ومنه ما يمنع الرجل عن وطئ زوجته، صحيح، ومنه ما يفسد الحياه بين الأب وابنه والزوج وزوجته، وهو سحر التفريق كما قال ربنا جل وعلا في سورة البقرة في الآية 102 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صحيح. ده تعريفه في اللغة وفي الشرع. طيب عظيم حضرتك، ما هو حكم السحر؟ يعني الشريعة الإسلامية هل نصت بحكم معين للسحر؟ تمام. فضل. الشريعة الإسلامية تحرم السحر لما فيه من أضرار تقع على الإنسان، في ضرر في الذي يصنعه، ضرر عقائدي، ويقع على اللي معمول له السحر في الضرر إنه ممكن يتسبب في موته أو يتسبب في فشل في حياته أو يتسبب في طلاق زوجة من زوجها وتفريق يعني أب عن ولده وهكذا. تمام. طيب يا مولانا، إحنا زي ما حضرتك عارف، إحنا عرفنا يعني في الأول سؤال خالص عرفنا معنى السحر لغة وإصطلاحا. تمام. في السؤال الثاني عرفنا حكم الشريعة الإسلامية في السحر. تمام. عايز أعرف لحضرتك إزاي أنا كعلي أعرف إن أنا مسحور أو محسود؟ والله ربنا سبحانه وتعالى، أو يعني وتعالى الناس برضو بتسمعنا حاليا إزاي يعرفوا سواء هم أو أبنائهم أو زوجاتهم، إزاي هل الإنسان ده مسحور أو محسود أو لا؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في مسند أبو يعلى أن امرأة أتت بابنها للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يسرع، وذكرت في الحلقة بتاع المناظرة، فقرأ عليه النبي ووضع يده على صدره، فروي الحديث يقول خرج منه الجني كالجرو الأسود الصغير. تمام. فده القراءة على جسد الإنسان وهو جالس أمامي أقرأ قرآن بصوت عالي الآيات الواردة، آيات إبطال السحر، خواتيم سورة البقرة، الآية 102 في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين، أول خمس آيات في سورة البقرة، آية الكرسي، كل الآيات الواردة في الرقية الشرعية أقرأها على الشخص وهو جالس أمامي بصوت عالي مفهوم بأحكام، ما فيش إن أنا ببوظ في الأحكام بتاعة القرآن وبغلط في التشكيل، عشان صحيح. كتير قوي يدعي أنه بيعالج بالرقية الشرعية صحيح. وهو لا يحسن قراءة الفاتحة. هنصرق لهذا الأمر يعني في الأسئلة القادمة إن شاء الله بإذن الله. عايز أعرف من حضرتك دلوقتي ما هو حكم الذهاب للعرافين؟ أنا محسود زي ما حضرتك قلت، هعمل إيه؟ هروح لواحد عراف أو دجال؟ تمام. الحكم نفسه إيه دلوقتي؟ الحكم لو أنا عارف إن هو دجال وأنا رايح له يبقى أنا كده عليا وزر. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما أخرجه الإمام البخاري عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والسلام. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي رواية تانية 40 يوما، ربنا ما يقبلش منه صلاة، لكن لو صلى تسقط عنه الفريضة، مش بنقول له كده عشان ما يصليش ال40 يوم دول، ممكن يتخذها فرصة يقول لك كده كده ربنا مش متقبل مني صحيح. يبقى أنا مش هصلي صحيح. لا، يصلي تسقط عنه الفريضة، لكن ليس له أجر في الثواب والرفعة عند الله عز وجل. يعني قولا واحدا محرم أيوة. الذهاب للعرافين أيوة والصحر أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طب عايزين نعرف الفرق بين العراف وبين الدجال أو طيب مولانا أو ممكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نعرف الفرق بين العراف والدجال وبين الراقي والرقى الشرعية، ممكن؟ إن شاء الله تفضل. نطلع فاصل مع حضرتك. ونكرر التحية بحضراتكم من جديد، ما زال منورنا ومشرفنا فضيلة الشيخ أحمد ياسين الراقي الشرعي والمعالج بالحجامة، سعدت الدار مرة ثانية. ربنا يكرمك يا دكتور، ما زال نورك موصولا وموجودا يا مولانا. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. احنا عرفنا قبل الفاصل اللي طلعناه دلوقتي انه احنا محرم تماما وكاملا الذهاب للدجالين والعرافين. عايز اعرف من حضرتك ما هي العلامات سريعا، ما هي العلامات التي يعرف بها الدجال؟ اتفضل. والله العلامات ان التي يعرف بها الدجال من المعالج ان انا لما اروح له قال لي الحاجات دي او سالني على واحده منهم بس يبقى ده دجال رسمي وما ينفعش ان انا اتعالج عنده خالص. تمام. نتمنى سريعا انك تذكرهم كده. هم 10 هقولهم سريعا باذن الله. اول حاجه اذا سال الشخص عن اسمه واسم امه. صحيح. اسمك واسم امك ايه؟ اذا طلب احنا بنشوف دايما كده. ايوه. اذا طلب من الشخص اي لباس او قطعه قماش ان هو يقول لي اديني فلنه، اديني حاجه منديل، حاجه صحيح. من حاجاته. القراءه غير المفهومه بكلمات غير مفهومه، يعني انه بيقول كلام مش مفهوم. صحيح. ده بينادي على الجن اللي معاه. صحيح. أن يعطي المريض أوراقا يحرقها ويتبخر بها أو يعلقها أو يدق أو يدفنها في الآية في العتبة بتاعت البيت أو الكلام ده. صحيح. إذا أعطى المريض شيء يلبسه أو يعلقه، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على اللي بيعمل كده وقال صحيح. من علق تميمة فلا أتم الله له، يعني ربنا ما يتملوش الحاجة اللي هو عايزها. صحيح. الأمر السادس أن يطلب منه ذبح أي حيوان أو طائر وتلطيخ محل الألم بدمه، أو طلب ذبح حيوان بلون معين وزي عرفه مثلا كذا الكلام اللي احنا بنسمعه في الحاجات في بعض فضل. الأشياء ده أن يطلب منه ذبح طائر لم يذكر عليه اسم الله، اذبح الدجاجة دي أو الديك ده وما تقولش بسم الله وانت بتذبحه. صحيح. أن يكتب للمريض أوراقا بها حروف وأرقام اللي هي اسمها الطلاسم المشهورة عند الناس، أرقام ومربعات وحاجات زي كده، ده كله شغل دجل ومحرم وشغل سحر. تمام. بل يضر بمن باللي بيشيله يعني. اكيد. اتفضل. ان يخبر الشخص المريض باسمه اول ما يدخل عليه كده عنده، يقول له انت اسمك كذا ومن بلد كذا واتعشيت امبارح بكذا او فطرت بكذا وانت عملت كذا قلت عليا كذا قبل ما تيجي، ده كله. تمام. ان يطلب شيئا من شعر المريض او اظافره ونحو ذلك. صحيح. فمن وجدت فيه علامه من هذه العلامات اللي انا قلتهم العشرة دول يبقى ده دجال علامه واحده بس. تمام.
طيب حضرتك راقي شرعي معروف ومشهور، ربنا يتقبل يا رب ويجعل عمل خالص للدين في خدمة المسلمين جميعا يا رب. اللهم امين. عايز اعرف من حضرتك موقف احزنك اثناء القراءة وموقف اثرك سريعا. ربنا يبارك فيك. اتفضل. والله انا طبعا لما اعالج الناس وبالتمس فيهم الشفاء بكون مبسوط جدا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر الامر. صحيح. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. صحيح. تخيل ان البيت كله حزين او زوجها حزين واولادها في حزن وانت ربنا يعني بيخليك ترسم هذا البسمه على وجوههم مره اخرى. صحيح. الامر اللي بسطني يعني وزادني سرورا اثناء العلاج ان في حد جه عندي وامرأة يعني يجرها عمها وحد معها تاني امرأة أخرى فلا ترى لا تبصر يعني. صحيح. فقرأت عليها فحضر الجني وهو جاي عن طريق سحري لهذا الجسد وأخبرني بأنه هو الذي يعني يجعلها لا ترى. صحيح. خطف إيه بصرها. فعندما قرأت والله عز وجل قدرني عليه وصرف أبصرت المرأة ما شاء الله، فوجدت دموع الفرح تنهمر من ما شاء الله أعين الناس اللي جايين معاها يعني. أكيد جميع الحاضرين أكيد. أيوة. فالحمد لله عز وجل استبشرت خيرا وقلت الحمد لله الذي جعلني في خدمة المسلمين وفي خدمة القرآن العظيم. جزاك الله خيرا. وتصحيح مفهوم العلاج عند الناس بالركية الشرعية. جزاك الله خيرا يا مولانا. طيب الموقف الذي أحزنك؟ الموقف اللي بيحزنني دايما إن أنا بلاقي ناس جاية بتقول إحنا عندنا ذهب ضايع، عندنا عايزة مثلا اكشف على الفلينه بتاعت ابني دي او زوجي وهو غايب وعايزك تشوف مثلا ايه اللي بيحصل له. صحيح. من بعيد طبعا ده شغل دجل وما تصدقوش الناس، ما تصدقوش اللي بيقول لكم حط الفلينه قدامه واقرا عليها ايتين بيحيلكم عشان ياخد منكم فلوس كتير وايه ويعني ويحيلكم وخلاص امور طبيعيه يعني ايه يقضي الموضوع وخلاص يعني. صحيح. لكن في الاصل والصحيح في الرقيه الشرعيه ان يجلس الشخص نفسه اللي هو صاحب الشأن المريض أو المريضة. صحيح. أمام الشيخ ويقرأ عليه رقية شرعية بصوت عالي مفهوم وقراءة صحيحة. صحيح مولانا. طيب سريعا وأخيرا نصائح للسادة المعالجين بالرقية الشرعية من الشباب اللي بيسمعنا دلوقتي وبادئ في الرقية الشرعية، نصائح من حضرتك كيعني راقي مخضرم. ربنا يتقبل يا رب. اتفضل. والله نصيحتي لكل معالج أنه يتقي الله عز وجل في الناس، ما يضللش الناس. صحيح. ما يضللش الناس يقول له انت عندك سحر ومشروب ومأكول ومحطوط في الحته الفلانيه وكذا 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 والناس المشكله بتصدق الكلام ده اكنه قران نازل. صحيح. ان الشيخ ده هو اللي بيقول القران. لا، لازم في ادله على الكلام ده كله. صحيح. كل الكلام اللي انا بقوله ده لازم يكون فيه ادله عليه. صحيح. فلازم نتقي الله عز وجل في الناس وما نضللش الناس وما نحاولش ان احنا نستنزف اموال الناس ونقول لهم تعالى انت ليك جلسه بعد 5 ايام وليك جلسه بعد 10 ايام وليك في اول الشهر وليك في اخر الشهر. بالزبط. كل الكلام ده كلها اساليب ومحايلات. أيوه. لاخذ المزيد من المال. الله يكرمك يكرم حضرتك. نشكر حضرتك بحجم السماء. في حاجه تانية اتفضل. طبعا لاهل المعالجين بالرقيه الشرعيه. فضل. ايوه حاجه اخيره ان شاء الله. اتفضل. الجماعه المعالجين بالرقيه الشرعيه اقول لهم انتم على طريق فيه شوك، اصبروا ورابطوا واتقوا الله عز وجل لعلكم تفلحون. وأي حد يتهمكم بالسحر اصبروا لله عز وجل وسيأخذ الله عز وجل حقكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا نرد إلا بقول الله عز وجل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم من أعداء الإسلام بالسحر والكهانة والكذب وغير ذلك. فجزاكم الله خيرا وجعلنا الله عز وجل عونا للمسلمين في الصدق وفي ذهاب آلامهم إن شاء الله. وربنا يبارك في حضرتك يا دكتور ونسعد بلقاء الأحبة مرة أخرى إن شاء الله. نجدد اللقاء مرات متعددة بإذن الله. ربنا يبارك في حضرتك. نشكر حضرتك جدا إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. ونشكر فضيلة الشيخ أحمد ياسين الداعية الإسلامي والراقي الشرعي والمعالج أيضا بالحجامة. والله دايما بيشرفنا ودايما بيقول معلومات قيمة بتفيدنا وتفيد جميع الناس اللي بتتابعنا. نطلع فاصل ونرجع مع فقرة إنشاد ديني كده، فقرة حلوة نرفع عن نفسنا شوية. انتظرونا.